رومانيا تعيد سفيرها إلى النمسا بعد خلاف حول اتفاقية شنغن. قانون الأزمات يدخل البرلمان وسط خلاف حزبي حاد. وزير العمل الأمريكي يتفقد مركز تدريب مهني في النمسا العليا. سلسلة مطاعم حبيبي وهوارة في فيينا تعلن إفلاسها. والنمسا تحتل مرتبة متقدمة ضمن قائمة أذكى 100 دولة عالمياً. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت الرئاسة الرومانية عودة سفيرها إلى فيينا وسط الترحيب النمساوي، وذلك بعد خلاف سياسي دام لما يصل إلى الشهر. وقالت الرئاسة الرومانية في بيان أنه تم اتخاذ القرار بعد مشاورات هاتفية جرت بين الرئيسين لتعزيز الحوار وإيجاد حلول بناءة بشكل مشترك. ورحب الرئيس النمساوي في تغريدة له على تويتر بعودة السفير، ويذكر أن رومانيا كانت قد سحبت سفيرها ديسمبر الماضي بعد استخدام فيينا حق الفيتو ضد انضمامها إلى اتفاقية شنغن. يناقش البرلمان النمساوي الخميس المقبل مشروع قانون الحماية من الأزمات الذي تقدمت به وزارة الداخلية نوفمبر الماضي. وقال رئيس البرلمان على الرغم من الانتقادات ورفع المعارضة للقانون ورفض المعارضة للقانون، سيتم مناقشته بمشاركة كل الأحزاب. يشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان لاعتماده. والقانون يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات مثل الحروب والهجرة الغير شرعية. زار وزير العمل الأمريكي مركز تدريب مهني في لينز النمسا العليا، وذلك لتعزيز الشراكة في مجال التدريب المهني المزدوج. وبحسب ORF يتم تدريب 1400 شخص من جميع أنحاء العالم في 50 مهنة بكلفة 90,000 يورو للشخص. وقال مدير المركز: يسعدنا أن وزير العمل الأمريكي حضر شخصيا. وقال الوزير أن توسيع نطاق التلمذة الصناعية المزدوجة أمر بالغ الأهمية لخلق وظائف جيدة في الصناعات الجديدة والناشئة. أعلن سلسلة مطاعم حبيبي وهوارة عن إغلاق 4 فروع لها من أصل 5 بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية. وتم إغلاق المطاعم منذ ديسمبر الماضي التي يعمل فيها أكثر من 60 موظفاً، وتم بدو إجراء الإفلاس لسلسلة المطاعم مع الإبقاء على الفرع الرئيسي في الحي الثالث. يذكر أنه تم إطلاق السلسلة نتيجة لتدفق اللاجئين في عام 2015، وتم توظيف اللاجئين والأشخاص ذوي الحالات الخاصة. حصلت النمسا على المرتبة 17 عالمياً في مستوى الذكاء ضمن قائمة أذكى 100 دولة في العالم. وأعلنت المؤسسة المسؤولة لتصنيف الذكاء لعام 2022 عن حصول سنغافورة على المرتبة الأولى، والسنغال كانت الأخيرة. يذكر أن تصنيف معدلات الذكاء يتم وفقاً لأعداد السكان ومعدل معرفة القراءة والكتابة واختبارات الذكاء. وجاءت النمسا في المرتبة 17 في القائمة برصيد 100 نقطة ذكاء. قديش حلو أن النمسا وصلت لها المستوى من الذكاء. شاركونا رأيكم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا ليلى. أمسية سعيدة. إلى اللقاء.